اهلا اهلا، رجعت لكم من جديد. طبعا هالفيديو شوي بيكون مختلف، بتكلم فيه عن روتيني العناية. احب اول شيء ابدا فيه ازيد شعري عشان احافظ على ترطيب مدار الاسبوع. ازيد شعري مرة كل اسبوع تقريبا. هالمرة استخدمت زيت جوز الهند، واحب اني استخدم هالعلبة لانها توزع الشعر وتنشطه بنفس الوقت. ثاني شيء واهم شيء اللي هو بشرتي، احب استخدم الغسول من بايوديرما مع جهاز لونا 2، طبعا بحركات دائرية خفيفة جدا جدا استفدت منه. بعدها استخدم شفرة فيلامينغو اعقمها قبل وبعد الاستخدام. طبعا هالشفرة جدا مفيدة لانها تشيل الشعر الوبري وتشيل الجلد الميت. بعدها اغسل واجيب مويه بارده، واحب دائما اول ما اصحى من النوم وقبل ما انام امرر ثلج على وجهي. بعدها استخدم كريم الترطيب من بايوديرما، طبعا بتشوفون اغلب المنتجات عندي من بايوديرما لانها جدا ناسبت بشرتي. وثاني شيء حلو انكم تستخدمون المنتجات اغلبها من نفس الشركه عشان تعطي مفعوله. واستخدم بعد كريم الهالات من بايوديرما، جدا نفعني، استخدمه في الصباح وقبل ما انام. احب استخدم مزيل مكياج غارنيه اذا كنت حاطة ماسكارا لانه سريع وخفيف على العين. إذا طلعت للشمس أحرص أني أستخدم واقي شمس من بايوديرما لأن فيه نسبة ترطيب وعلاج وتخفيف آثار الجروح أو الحبوب. ولترطيب الشفايف أستخدم بيباثين يرطب الشفايف وبنفس الوقت يعطيها مظهر جلوس خفيف. وعنايتي بأظافري قد تكلمت عنها فيديو خاص فيها، بحط لكم الرابط. أضفت منتج جديد اللي هو مجفف المناكير من فلومارا. هالمنتج جدا رهيب، بعد ما تحطون المناكير تبخونه على الأظافر كلها، يعطي لمعة للأظافر ويجففها بسرعة. بعد الشاور أهم شيء الترطيب، أحس أني أرطب جسمي دائما. طبعا أحب أني أستخدم منتجات باث أم بودي، أستخدم هالمجموعة. أحب أني أستخدم هذا المعطر، ريحته حلوة ويعطي انتعاش بنفس الوقت. أستخدم فرشة خشب لشعري من دا بودي شوب. طبعا هالفرشة الحلو فيها تفك التشابك وتخفف النفشة، أمشط شعري من الأطراف للجذور. بعد ما أمشط شعري أستخدم هذا البلسم، أخذته من سيفارا، أحط منه نقطة على شعري ولا أغسله، يخفف النفشة في الشعر ويساعد في ترطيب كل الخصال. وآخر شيء أستخدم بديل الزيت من بانتين، تحصلونه بأي صيدلية. طبعا ترطيبه جدا عالي وأحب أني أحطه شعري يكون مبلول، وأستخدمه من الجذور للأطراف. وبكذا يكون وصلت لنهاية الفيديو، أتمنى لكم استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوا اللايك والاشتراك.